سؤال بيقول: أنا مخطوبة من بعد قصة حب لمدة سنتين، كنا متفاهمين جدا وبنكون مبسوطين سوا، بس اكتشفت إن قراراته بطيئة وده بيضايقني، أي قرار بناخده بياخد شهور علشان يتنفذ، مش عارفة ده عادي في طبيعة الرجالة يعني ولا لأ. حاجة تاني، اكتشفت إن عنده مشكلة في المصاريف، مش لدرجة إنه بخيل يعني، بس عنده مشكلة في إنه يدخل بيتنا جايب حاجة في إيده مثلا أو حاجة زي كده، لكن بعيد عن المناسبات هو بيجيب من نفسه عادي. النقطة الثالثة، إنه دايما أنا المبادرة في التشجيع الروحي، هو مشغول كتير في الشغل مع إنه شماس وخادم جميل، أنا بس محتاجة أطمن على حياتنا، هو جميل وبيحبني جدا ومش بيحب يزعلني أبدا، وأنا كمان بحبه وعايز علاقتنا تكون ناجحة. ملحوظة، هو شاب مكافح وسنه 26 سنة. أنا بطمنك لأني في الحقيقة شايف حاجات إيجابية كتير في العلاقة وفي الخطوبة، شايف إنه نمرة واحد في حب ما بينكم انتوا الاتنين، انت بتحبيه وهو بيحبك، يعني المشاعر موجودة. في نفس الوقت انتوا مخطوبين وده معناه إن في تناسب وتقارب في باقي المتطلبات بتاعة الارتباط، فشايف الكفة بتاعة المشاعر متوفرة والكفة بتاعة القرار العاقل متوفرة، وشايف كمان ان في ميزة حلوة ان في تواصل وفي تفاهم جيد ما بينكم، ودي نقطة مهمة قوي وندور عليها دايما في الارتباط ما بين الاتنين المخطوبين. فانا مطمن الى حد ما من كلامك، يعني انا بحكم طبعا بناء على المعطيات اللي انت بتدهاني في السؤال، فشايف ان النقط اللي قلقاكي تعالي نفكر فيها بقى مع بعض علشان نجاوب على سؤالك بتفاصيل اكتر. نمرة واحد، نقطة البطء في القرارات. أنا أعتقد أنت محتاجة تميزي، هل هو متردد في القرارات بشكل عام ولا عنده نوع من التأني والحكمة في دراسة القرار قبل ما ياخده، ودي نقطة مهمة أنها تبقى موجودة في الراجل. ومحتاجة تفكري برضو، هل القرارات دي ليها علاقة بالإمكانيات المادية مثلا؟ لأن ساعات لو بطء اتخاذ القرار ليه علاقة بالإمكانيات ممكن يبقى سببه في الحالة دي محدودية الدخل، والموضوع بياخد وقت لغاية ما يشوف يرتب أولوياته إيه اللي هيتصرف، لأن الإمكانيات ممكن تبقى محدودة. طبعا سؤالك ان ده في طبيعة الرجالة ولا لا، فكرة ان هل الرجالة كلهم مترددين وياخدوا وقت في اتخاذ القرارات؟ لا طبعا، مش ده الطبيعي ومش ده اللي المفروض يكون، لان الراجل دوره قيادي في الأسرة والقائد هو اللي مسؤول عن اتخاذ القرارات، والله بيدي الرجل الجرأة علشان يكون جريء اكتر من المرأة عشان يكون هو المبادر في اتخاذ القرارات. فمش حاجة لطيفة ان المرأة تكون مبادرة اكتر، بس مش حاجة تعيبه يعني، انا شايفه هو سن صغير، شايف ان النقطة دي احتمال كبير تنمو فيه مع الوقت، شايف ان هو كل ما هيتملي الوقت يمر الوقت ويتملي ثقة بنفسه اكتر مع الوقت ممكن يكون اسرع شوية، وده في الجواز هيتوقف على اسلوبك انت، اذا كان ناقد ولاذع ولا اذا كان مشجع ومساند، فخلي بالك من النقطة دي. نمرة اتنين، موضوع المصاريف. اعتقد ان الموضوع ساعات بيخضع للعادات والتقاليد بتاعت كل عيلة وكل أسرة، يعني أنت بنفسك مش قادرة تقولي إنه بخيل لأنك شايفاه بيجيب أحياناً حاجات، بس الفكرة إن إحنا اللي عندنا توقعات إن هو يدخل في المناسبات وهو شايل حاجة أو هو جايب حاجة في إيده مثلاً. فأنا رأيي سيبك من كلام البيت وسيبك من الكلام اللي بيتقال حواليكي، ده ما جابش حاجة، ده مش عارف إيه، أنا شايف إن دي مش أزمة كبيرة، لأن أنت نفسك بتتعاملي معاه بقالك سنتين في قصة حب وتعاملتي معاه في فترة الخطوبة وعد عليكم أكتر من مناسبة، فبقالكم فترة مع بعض، أنت مش قادرة تقولي عليه إن هو بخيل. أعتقد إن شاب مكافح عنده 26 سنة بيحاول يكون نفسه، بيحاول يشتغل ويشتغل ويرتب دنيته ومصاريفه ويرتب البيت بتاعه، أعتقد إن كتر خيره، فمش لازم نثقل عليه زيادة، لكن خلي طبعا النقطة تحت الملاحظة وتحت الدراسة. النقطة الثالثة بتاعت نقطة المبادرة الروحية، شايفك بتقولي إنه خادم جميل وشماس، فلو في تقصيرات في حاجات بسيطة أو في المبادرة في الجزئية في الجزء الروحي يعني، أنا عارف أنت عندك حق تقلقي، لأن برضو الرجل هو المفروض كاهن الأسرة، هو اللي بيلبس البرنس في الإكليل، فهو اللي المفروض يكون مبادر بالدرجة الأولى أكتر من المرأة في الجزء الروحي، بس أنا شايفك أنت نفسك مدياله العذر وبتقولي هو مشغول كتير في الشغل، فأنا شايف أن القصة بتدور حوالين فكرة تقدير الوقت والمتطلبات اللي احنا بنطلبها. يمكن الشباب في مصر بيتحط عليهم ضغط اقتصادي كبير في فترة الخطوبة فعلا، انه يكون نفسه ويكون الشقة، فيعني انا شايف ان معاه عذره الى حد ما،
لكن لو هو عنده الأساسيات الروحية اللي تخليه يفتح بيت ويكون قائد وكاهن للأسرة يبقى مش هنقلق. أعتقد في النقطة دي محتاجين نركز على الحاجات اللي السيد المسيح بيركز عليها أكتر، نركز على نقاوة قلبه، على تصرفاته المسيحية، على محبته للناس، على قلبه المتسامح، على أنه بيعرف يقدم خير للي حواليه، على أنه عايش حياة توبة وحياة قداسة وحياة نقاوة، بيفرق معاه الوصية وتنفيذها ولا مش بيفرق معاه وماشي بدماغه وخلاص. يعني أعتقد دي النقط اللي ممكن تكون بتقلقنا أكتر في الفترة دي، لكن خلينا نشوف النقط التانية الإيجابية، والنقط اللي قلقاكي دي فكري فيها في ضوء الكشافات اللي احنا نورناها مع بعض، وربنا يديك حكمة ويكمل لكم بألف بركة. أنا مستني أسئلتكم على رسائل الصفحة أو على الكومنتات لما تشوف الفيديو، بنعمل فيديو مخصوص بنجاوب على سؤالك. ربنا معاكم.